Some jump to certain death. At 10:28 local time, the Northern Tower collapsed. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج اليومي حرب الألفية الجديدة. وفي هذه الحلقة يسرني أن أستضيف أنا خير السفلوح الدكتور نعسان الشاطر، الخبير في الشؤون الاستراتيجية ومؤلف كتاب صدام الحضارات وكتاب نهاية العالم وكتاب انفجار كوكب الأرض، ومعنا أيضا الباحث لطفي الباشا المتخصص في شؤون الإرهاب والجماعات المسلحة والتنظيمات السرية. ويسرنا أن نستضيف أيضا الخبير الديموغرافي نصير جاد الحق، وهو أيضا خبير متخصص في الأصول العرقية الأفغانية ومن أهم الباحثين في أصول قبائل البشتون. ومعنا أيضا عبر الأقمار الصناعية من نيويورك الأدميرال المتقاعد جون روبنز، وهو متخصص في مجال الصواريخ البعيدة المدى والقنابل الذكية. ويمكن للسادة المشاهدين المشاركة في هذه الحلقة عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، وستظهر هذه الأرقام لاحقا على الشاشة. الآن حان وقت الفاصل الإعلاني القصير، فإلى فاصل إعلاني قصير، فابقوا معنا. نصوح قلبه من شان الله، قلبه وخلصني. طيب خلينا نشوف شو رح يحكوا بالأول. لك شو بدهم يحكوا؟ شي جديد يعني؟ نفخوا قلبنا بهالحكي نفسه. ولك مشكلتك انك ما بتتعاطي بالسياسه منوب، وهالشيء عم بضايقني منك كثير. ها كثير عم بتضايق يا سيدي، اتعاطى فيها لحالك لما بكون انا مالي موجوده. تكرمي، وهي قلبت لك القناه. سيداتي سادتي، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الارهاب بين السائل والمجاب او المجيب، وسنحاول في هذه الحلقه تسليط الضوء على مفهوم الإرهاب وما يخلفه من انعكاسات وما يسببه من ارتكاسات، وذلك من خلال لقاءات منوعة مع عدد من المحللين السياسيين وكبار صحفيين في الوطن العربي والعالم. أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن نقدم لكم الآن الفيلم العربي الإرهاب والكباب، نرجو لكم معه أمتع الأوقات. لك مو مبارح حطوا هذا الفيلم؟ مبلا، صرنا شايفينه أكثر من 10 مرات، رح يطلع من مناخيرنا. لماذا لا يتفق العالم على تعريف مفهوم الإرهاب؟ وهل يمكن أن يفرق بين الإرهاب وبين الحق المشروع بالدفاع عن النفس إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ أم أن كل من سيحمل السلاح سيصبح إرهابيا حيث لا مجال وقتها لقولتي يا أمي ارحميني؟ هل ستتخذ الولايات المتحدة أحداث 11 سبتمبر ذريعة لتصفية حساباتها القديمة مع كل معارضيها إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ أم أن هذه الضربة ستدعو أمريكا لإعادة حساباتها من جديد إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ ومن هي الدول التي ستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على لائحة الإرهاب إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ أو بتعبير آخر، من هي الدول الداعية أو المساندة أو المحتضنة أو المؤيدة أو الداعمة للإرهاب إلى ما هنالك من هذا الكلام؟
وهل ستصدر قائمة جديدة بأسماء الدول والمنظمات الشامتة بأمريكا والتي تنادي بمبدأ إن شفت الأعمى طبه ما لك أكرم من ربه؟ للإجابة على كل هذه التساؤلات تابعوا معنا برنامج الانتفاع المشاكس، ويمكن للسادة المشاهدين أن يراسلونا عبر الإنترنت إلى العنوان التالي www.الحصيرة.com. نترككم الآن مع المطرب بوري شمعون وأغنيته إرهابي أنا فخشيني ويل إذا عرضتيني. أنا فايتنا تصبح على خير. هلا وقت النوم أنت الثانية، شبكي لسه سهرة بأولا. لك دخيلك دخيلك أنت والسهرة المعدة، تصبح على خير. وأنت من أهله. أحسن شي فوت نام على الثاني، رح يطلع الإرهاب من مناخيرنا. بتعرفي هبة أني مبارح طلبت من جوزي إنه يجي الدش تاني على البيت؟ أوف، وليش الدش التاني أنت التاني؟ يا ستي مشان أتفرج على البرامج اللي بدي إياها، لأنه حضرته على الأقل الأخبار والتحليلات السياسية، وأنا بصراحة ما بطيق شيء اسمه أخبار. مثل جوزي فرد شكل. الله وكيلك، لا عدنا شفنا مسلسل مثل العالم والناس، ولا حتى غنية بل القلب، لك ولا برنامج نتسلى فيه، لأنه الأفندي بمجرد ما يفوت على البيت بيحط لي راسه براس الأخبار وبينجاز، ويا من ترى نازل تقليب بقى بهالريموت كنترول، مع إنه بالقبل ما كان هيك. لكن كيف كان؟ يا ستي قبل أحداث 11 سبتمبر ما كان يطيق الأخبار، يعني يا دوب كان باليوم يشوف له نشرة نشرتين، بس بعد الأحداث صار مهووس بالأخبار، لك تقولي مفجوع أخبار مو هيك؟ مثل جوزي بفرد شكل، أنا جوزي قبل أحداث 11 سبتمبر ما كان يستنظف يفتح جريدة، أما هلأ المسكين بعد الأحداث عيونه ما مقت من كتر القراية. ايه اسأل الله هديك الايام. الحقيني على الصالون لأحكي لك. الحقيني يا ستي قبل 11 سبتمبر يعني كان جوزي ياخذ ويعطي، يضحك ويمزح على طول وش بشوش، والضحكة ما بتفارق، بس بعد الأحداث يا حسرتي الله وكيلك صار وشه ناشف مثل القريص وما بيضحك للغيف الصغر، لك تقولي حامل هموم العالم كلها فوق راسه. يا ستي أنا حالتي مو أنظم من حالتك، أنا جوزي قبل أحداث 11 سبتمبر كان يغازلني على الفوتو والطلعة وعلى قولة شو الفستان الحلو وشو هالمكياج المزوي ويسلمني هالوش الراية وتقبريني وتكفنيني وتسلميني من هالكلام هذا كله، أما بعد الأحداث تقولي خرس مو هيك؟ عم قلك سكت فرد سكتة لا من تمه ولا من كمه، وصار بده كماشة لحتى تسحبي الكلام من تمه. أنا جوزي قبل 11 سبتمبر كان روح قلبه الروحات والجيات والسيارين والمشاوير والسهرات، اما بعد 11 سبتمبر لك تعدمي اذا بيقول لي امشي لحتى اخذك مشوار. يا ستي انا جوزي قبل احداث 11 سبتمبر كان كريم وما يسال عن القرش وين انصرف ولا شو انصرف، اما هلا بعد الاحداث مسك ايده بفرد مسكه وصار اذا بده يشتري يعني عدم واخذ نكشت اسنان يحسب الف حساب. انا جوزي قبل 11 سبتمبر كان ما يفوت على البيت الا وحامل بايده شي غلط، اما بعد 11 سبتمبر لك صار اذا يفوت وحامل بايده شي بيكون جريده. هلا شو بدي اقول لك هبة، يا ترى هالأحداث لحسة عقول رجالنا بس ولا كل الرجال صاروا هيك؟ لا والله يا سمية مو بس رجالنا، بتعرفي لكل الدنيا تغيرت. هلا خلينا نغير هذا الموضوع نحكي بموضوع تاني بيكون أحسن، لأنه هذا الموضوع صار بيقمطني قلبي منه. شو رأيك بكرة نعمل صبحية عن صبحية؟ أوف، وليش عن صبحية بالذات؟ لا يعني إنه زمان ما عملنا صبحية عندها مو حلوة، بعدين بتعتب علينا. لا اطمني روحي ما رح تعتب. ليش بقى؟ أنت شو عرفك؟ لأنه صبحية من بعد أحداث 11 سبتمبر قررت ما تشارك بولا صبحية لا عندها ولا عند غيرها. وشو دخل الأحداث بالصبحيات؟ صبحية عم تقول بما أنه بدت أولى حروب القرن فلازم نحن يعني نتقشف شوي وما نمارس أي نشاط ترفيهي من هون لحتى تخلص الحرب. ها ودخلك بقى يعني إمتى رح تخلص الحرب؟ الست صبحية ما تنبأت بهالشي؟ يا حبيبي وصلت والله، ما بقي غير صبحية تتنبأ لنا. ليش وقفت الشغل على صبحية؟ يا الله وكيلك كل الخلق والعالم عم يناقشوا ويحللوا ويتنبؤوا، كله صار سياسي ما شاء الله. وكان من جهة أخرى تعرضت الحكومة أيضا شو؟ لنقد شديد. لأمتى بدك تضل تقلب بهالمحطات؟ لأمتى يعني حتى اجتمع بشي نشرة أخبار؟ لسه بقي لي نشرة الأخبار؟ لك شو قصتك أنت؟ ما بدك تفهمني شو قصتك؟ أنا قصة ما؟ قصتك مع الأخبار؟ يعني حرام إذا عرفنا شو عم يصير بالعالم؟ أنا ما عم قلك لا تعرف شو عم بيصير بالعالم، بس حضرتك صرت شايف 7 نشرات أخبار وكلياتهم مثل بعضهم. لا أبدا لا تغلطي يا هبة، شو كلها مثل بعضها؟
كل محطة لها استراتيجية خاصة بصياغة الخبر، وإلها رأي ومنطلق وتحليل وتفسير يختلف تماما عن بقية المحطات. يعني خذي مثال، في محطة بتقول أعلن شارون رئيس وزراء إسرائيل، ومحطة تانية بتقول أعلن المجرم شارون رئيس الكيان الصهيوني. خلاص خلاص حبيبي، فهمناها الدرس والله حفظته. هلأ أنت على إيش بدك تتفرجي؟ أنا بدي أتفرج على برنامج منوعات هذا تبع. قولي علينا، قولي علينا على المنوعات والمسابقات. لك العم على الحالة، كل المحطات صارت تسابق بعضها بالجوائز والفقش والرقص على الطاولات والطرق والزفق واللعي والبربرة اللي ما لها طعمة. بقى أحسن شيء وحط راسي ونام، تفضلي قلبي على كيفك. فعلا حبيبي هذا أحسن شيء. بخيلك. ما قلت لي أمجاد كيف الشغل بالأيام؟ ماشي بصعفه على حاله، شو بده يصير فيه يعني؟ ولأمتى بتضل الوضع على حاله؟ لحتى رب العالمين يسمح. ما بيصير الحكي يا أمجاد، لازم تتحرك. شو تحرك يعني؟ شو بدي أعمل؟ لك أعمل أي شيء يا أخي، مو معقول تضي حياتك الوظيفية كلها وانت معاون مدير. لازم تستلم مدير كم سنة زمان قبل ما تطلع تقاعد. هي معك حق فيها، بس المصيبة انه هذا المدير الحالي مدبق بهالكرسي بفر التدبيقة وما عم يتزحزح عنه. لوك اذا حكمته سفرة لبرا بيشحن الكرسي معه بالطيارة، بخاف يرجع وما يلاقي حدا قاعد له عليه. مثل ما بتعرف وضع مديرنا ممتاز مع المسؤولين فوق، يعني بصراحة اذا انا ما زحته من محله او طيرته وعملت لي شي فرتيني عليه ما راح يترك الكرسي، ما راح استلم انا محله قبل ما يطلع على التقاعد. هيك حاسس. طيب ما تزيحوا عن طريقك، شو مستنين؟ خليها لله احسن شيء. بتصدق يا سعيد اني ما خليت طريقه تعتب علي الا جربتها حتى اخلص منه وزيحه من طريقي، بس عباس ما في نتيجه. يعني بالمختصر ما في شغله عملتها فيه الا وانعكست ضدي. مثل شو يعني؟ شو عملت معه؟ عم اقول لك ما خليت شيء، ابتداء من طق البراغي لسلخ التقارير وانتهاء بالمؤامرات والدسائس، بس عباس ما في نتيجه. كل تعبي بهالسنتين زمان راح بوش. يعني لم يمكن تسلخوا تقارير؟ يا سيدي كتبت فيه تقرير شي كان وشي ما كان لدائرة الرقابة والتفتيش، وتقرير تاني ألعن وأدق رقبة لمكتب الوزير، وتقرير تالت أضرب من اللي قبله لمجلس الوزراء. إيه يعني كل هالتقارير ما جابت نتيجة؟ أبدا، ولا كأني ساويت شي. كل ما هنالك انه هالتقارير كانت تعمل شوية شوشرة ولا اكثر من هيك. طيب وليش ما رفعت فيه تقرير للجهات الامنية؟ ومين قال لك اني ما عملتها؟ قسما بالله ما خليت فرع امن يعتب علي، يلي دخلوا يلي ما دخلوا. كل الفروعة وصلتها تقارير مني عن مديرنا ممارساته، ورغم هيك ما استفدت شي. كل هالتقارير هي كانت حبر على ورق مثل قلتها. العمى بقلبه العمى. طيب ما يزوق على دمه ويطلع لبيته لحاله؟ لك كل سنة بده يقدم تمديد خدمة، فعلا صار لازم يستحي على دمه ويترك الفرصة لغيره وحاجته بقى. لك حبيبي مع مين عم تحكي انت؟ جناب مثل الطناب الله وكيلك. اي سيدي انا لقيت لك الحل. بالله اسعفني في دخيلك. ما في غير تقدحوا تقرير مرتب من كعب الدست وترفعوا لجهات عالية كتير. ما قلنا لك كتبنا لجهات عالية كتير وما استفدنا. بعدين مين قصدك يعني؟ مين اللي أنا بقصد الجهات برا مو الجهات المحلية. شو يعني؟ ما فهمت عليك. ولا يهمك، راح فهمك. بهالأيام هي درجة كتير موضة الإرهاب، يعني فيك تقول إنه العالم كله
والكرة الأرضية والقارات الخمسة ما لا شغلة ولا عملة إلا قصة الإرهاب. بقى ما في قدامه غير تقول له برغي برا وتتهمه إنه إرهابي. ليش كمان برا؟ صار في طق براغي؟ إيه بعد أحداث 11 أيلول صار فيه شيء. طيب شو بيضمن لك إنه رح يصدقوا يلي رح أكتبه بالتقرير؟ طالما الحديدة حامية رح يصدقوا كل شيء، بعدين إحنا ما رح نكتب شيء كذب. روقنا سعيد، يعني شلون بدك تتهمه للزلمة بالإرهاب بدون ما تكذب؟ لحنا رح نحكي عن الإرهاب من زوايا تانية لحتى ما نضره للزلمة. طيب شو هي هي الزوايا التانية؟ أخي أنت مالك سمعان بشيء اسمه إرهاب اقتصادي، إرهاب نفسي، إرهاب إعلامي، إرهاب اجتماعي؟ بلا بلا سمعان طبعا. عظيم، بدنا نحكي ضمن الحدود هاي. طيب لمين بدنا نبعث التقرير؟ فهمني. انت تروك الشغلة هي علي وانا رح اطبخ لك اياها على نار هادية لحتى تستوي منيح. اذا كان هيك ماشي الحال طبخها، بس اوعك تشوطها. تحياتي استاذ. اهلين لما خير استاذ، هالرسالة اجتكم بالبريد. يسلموا دياتك، من وين يا ترى؟ استاذ انا ما عرفت اقراها بالاجنبي، بس ساعي البريد قال لي انها من بهاما. بهاما؟ مين بده يبعث لي مكتوب من بهاما؟ استاذ مالكن قريبين هنيك؟ لا ابدا، ما لي حدا هنيك. لا والمكتوب جاي باسمي شخصيا، فعلا شغله غريبه. طيب شو رح تعمل استاذ؟ شو رح اعمل يعني؟ رح افتحه وشوف شو قصته. اوعك استاذ، اوعك تفتحه. ليش بقى؟ يعني ليوم يطلع فيه جمره خبيثه. الجمره الخبيثه؟ الجمره الخبيثه بتهرب مني اذا شافتني. خير استاذ، شوفي لقيتوا جمره خبيثه؟ انو جمره خبيثه هاي؟ شيء ألعن من الجمره الخبيثه بكتير. ما فهمت عليك، استدعاء لوين؟ على محكمه الارهاب الدوليه بهاما. هلا انت عم تمزح ولا عم تحكي عن جد؟ لك ليش هالشغلات فيها مزح انت الثانيه؟ لك ليش لحتى يستدعوك انت بالذات؟ فهمني بقى. والله ما بعرف، ما بعرف شو بيعرفني، شغله بتحط العقل بالكف. نصوح حبيبي افهم علي، ليكون في شي غلط يعني مخربطين باسم حدا تاني، مش تبهين باسم حدا تاني. لا لا، الاستدعاء إلي بالذات لأنهم كاتبين اسمي الرباعي مع اسم الأم والجد والست وكل بياناتي شخصية. لعمة على هالقصة، ومنين جابوا كل هالمعلومات عنك؟ يبقى حاش تسأليني مشان الله، لأني أنا التاني مثلي مثلك، مالي فهمان شي، مثل الأطرش بالزفة. هلا طول بالك شوي نصوح، لا تطول وتقصر. ايوه بعدين انا بصراحه من حقي اعرف يا حبيبي، محلان يكون متجوزه واحد ارهابي ومالي عرفانه. شو عم تقولي؟ انا ارهابي؟ هلا هذا اللي طلع معي؟ لك عم امزح معك، شو بك؟ ليش هيك انت بتلقى مزح؟ مزح؟ بالفعل انك انت ما بتعرفي تختاري الوقت المناسب للمزح. لك معقوله انت؟ معقوله جوزك مطلوب لمحكمة الإرهاب الدولية وانتي قاعدة عم تنكتي وتمزحي؟ خلاص حبيبي آسفة أنا، بس والله هيك حبيت خفف عنك شوي، شفتك كتير متوتر. طبعا بدي اتوتر، يعني ما كان ناقصني إلا أني اطلع إرهابي على آخر هالزمان. لكن عم يعميون عمي، كل شي حطيته بحسابي إلا أني اطلع إرهابي. خلاص حبيبي لا تحمل كتير المسألة، طنش ولا تروح، وإن شاء الله بينبعوا بالعزة كلياته. شلون بدي طنش انت تانية؟ اذا طنشت بيطلبوني رسميا عن طريق السلطات المحلية، وغير هيك يمكن تثبت علي التهمة وينزلوا اسمي على لائحة الارهاب رسمي. يعني بدك تروح؟ ما بعرف، محتار والله محيرني، بدي شوف الاول شو رأي المسؤولين عنا. مرحبا ابو المجيد. اهلين وسهلين. يا هلا. يا سيدي طمني شو الاخبار؟ سيدي إجا استدعاء رسمي للمحكمة تبع بهاما. حلو، معناتها نجحت الخطة. بجوز، بس يا أبو سعود أنا خايف. والله خايف وحاطت إيدي على قلبي. إيه والله. وليش تتخاف؟ خايف ينكشف أمرنا بالآخير. قوي قلبك شوي ولا تخاف، إذا الله راد أمورنا ماشية بالسليم. إيه سيدي، إمتى مسافر صاحبنا؟ ما قدرت أعرف لأنه في تكتم كبير على الموضوع. يا سيدي يتكتم ليشبع، بكره بيدوب الثلج وبيبان المرج. شوف يا اخي نصوح،
نحن الحقيقة باعتبارنا الجهة الأمنية المختصة عرفنا بأمر استدعائك اللي تم، ولذلك أجرينا اتصالاتنا بالمحكمة الدولية لحتى نستفسر منهم شوي على الموضوع. وإن شاء الله عرفتوا شي سيدنا؟ اللي عرفناه أنه مطلوب منك المسؤول أمام المحكمة لمواجهتك بتهم موجهة ضدك تتعلق بالإرهاب. تهم ضدي أنا؟ وشو هالتهم يا سيدي؟ ما هذا الشيء اللي احنا حابين نعرفه منك. كيف يعني؟ يعني لابد ما يكون عندك فكرة عن الموضوع، لأنه الجماعة مو معقول يتبلوك هيك بدون مبرر أو يستدعوك على البهامز مشان تعمل سياحة. بس أنا يا سيدي ما عندي أي فكرة عن الموضوع، ما عندي فكرة منوب، وبصراحة ما كنت متخيل لحظة واحدة بحياتي إنه يصير معي هيك شيء. فعلا شغلة غريبة. تفضل عود. قلي هلا أنت إلك شيء قرايبين إلهم علاقة بالمنظمات الإرهابية؟ أبدا يا سيدي أبدا، مالي قرايبين من هالنمرة منوب، وإذا كان لا سمح الله بيقربوني بتبرى منهم. متأكد من هالشيء؟ طبعا سيدي متأكد، ما بدها اثنين يحكوا فيها المسألة. طيب أنت إلك علاقة بشي مؤسسات خيرية أو منظمات دينية بتمارس نشاطها برا؟ نشاط سلمي طبعا. نهائيا سيدي، نهائيا، لا سلمي ولا حربي، لا اجتماعي ولا ديني ولا سياسي، وما لي علاقة بهالأمور كلياتها. طيب عندك أصدقاء لهم أفكار متطرفة مثلا؟ لا سيدي إطلاقا. يا سيدي كل أصدقائي معتدلين، حبابين، مسالمين، يتمنون لغيرهم ما يتمنونه لأنفسهم. أحمل لك سيدي رفقاتي مثل السكرة، يعني بينمصوا تحت لسانك مص. طيب ربيت لحيتك شيء وانت شاب؟ بتاتا اطلاقا، كانه الله بعدي اسمه خالقني اجرودي. كيفك انت بامريكا؟ امريكا؟ من انو ناحية سيدي؟ من كل النواحي، يعني شو موقفك من امريكا؟ والله يا سيدي موقفي واضح مثل موقف كل البشر. يعني عندي مآخذ كثير على سياستها، وخاصة السياسة الخارجية تحديدا. وهالمآخذ هي كنت تصرح فيها قدام الناس؟ نعم يا سيدي، احيانا كنت تصرح فيها ما بيخلى الامر. طيب انت شمتت شيء او بين عليك انك فرحان وقت احداث 11 سبتمبر؟ لا ولو، بالعكس يا سيدي انمقتت كثير لما شفت الاحداث على التلفزيون. يا ترى بعيلتكم في شيء فرع او شرش بينفذ على قبائل البشتون؟ لا 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 ابدا، ما في شيء من هذا منوب يا سيدي. طيب يا ترى سافرت شيء على دوله من الدول اللي عم تسميهم امريكا اليوم دول المحور؟ لا 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 ابدا يا سيدي، لاني ما بعرف حدا هنيك. فعلا شغله غريبه. طيب منين لقولك هالتهمه؟ لانه بصراحه احنا عملنا تحريات كامله عنك وما لقينا بقبارتك اي شيء بتاتا. قبارتك نظيفه وناصعه مثل الفيلم. طيب يا سيدي والعمل هلا؟ انا برايي انك تروح انت بنفسك وتشوف شو القصه، ونحن رح نتابع الموضوع من هون اول باول، وما رح نتركك لحالك باي شكل. طيب واذا دقوا فيني هنيك وما خلوني ارجع؟ لا 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 طمن، ما بدقوا فيك، لانه اصلا انت اسمك مو نازل لا بلوائح الاف بي اي ولا السي اي اي ولا مكتب مكافحه الارهاب ولا حتى الانتربول. لذلك طمن بالك وتوكل على الله. بالمناسبة بعثوا لك تيكت الطيارة ولا نسفرك نحن؟ وضروري سافر يا سيدي؟ ايه طبعا طبعا لازم نبعتك، ولا بعدين بيقولوا عنا غير متعاونين. بقى شو قلت؟ نسفرك نحن؟ لا سيدي اسلموا دياتك، بعثوا لي كرت روح رجعة. اها عظيم كتير، معناتها في رجعة، ولا كانوا قطعوا لك روحة بس بلا رجعة؟ والله يا سيدي الله وحده اللي بيعلم اذا كان في رجعة ولا ما في. ولا يهمك يا نصوح، انت انسان شريف ومواطن صالح. الله يخليك. ونحن رضيانين عنك سلوكا وإدارة ومواطنة. بعدين يا اخي انت مالك اكل بلوط مر لحتى تجعت معدتك، فلذلك توكل على الله وروح، ونحن متابعينك. اللهم يا عالما بحالي وما يقول اليه مآلي، ارجعني بسلامه الى ربوع وطني الغالي واحضان عيالي يا رب. دعينا نرجع بسلامه سيدي. تحياتي. بدك تطول ببهامه؟ شو بيعرفني؟ شو شايفتيني رايح أعمل سياحة هنيك؟ طيب ليش ما تاخذني معك؟ لوين يعني على بهاما؟ وشو بدك تعملي هنيك؟ حبيبي بضل جنبك بتطمن عليك؟ لا معلش يا حبيبتي، بلا لك هالشنطة، وأنا بوعدك إني خبرك شو رح يصير معي أول بأول، وإذا ثبتت براءتي بإذن الله تعالى بوعدك إني أبعث لك خبر مشان تلحقيني لهنيك. يا رب يا رب تثبت براءتك يا رب.
شو الأخبار عندك؟ سافر صاحبنا على بهاما؟ إيه نعم، سافر من 3 أيام. عظيم كتير، معناتها هلا أنت عم تسرح وتمرح لحالك بالشركة؟ بالله، وليش لحتى أسرح وأمرح؟ لأنه أكيد كلفوك بإدارة الشركة بعد غياب المدير. لا والله يا صاحبي، ما حزرت، كلفوا واحد من الوزارة بتسيير أمور الشركة مؤقتاً. شو هالحكي؟ إيه نعم، هذا اللي صار. يعني ما استفدنا شيء من اللي عملناه؟ عمل لك يا سعيد أكلت كمة بيسوى حياتي. لا وفوق الهاد رحنا ورطنا الزلمة القصة لا ناقة له فيها ولا جمال. فعلا كمة مرتب، بس اسمح لي أقول لك يا أمجاد. قول، ما بزعل منك، قول. أنت زلمة منحوس، يعني لو بتضل 100 سنة ما ممكن تصير مدير. مزبوط، أنا بعمري ما رح أصير مدير، مو لأني منحوس، لا. لكن شو السبب؟ قل لي أمجاد. يمكن يكون السبب إنه نيتي مو صافية، ما في غير هيك. أعلن افتتاح الجلسة السرية. اسمك؟ مسعود المسعود. أنت من وين؟ من الوطن العربي. أنت متهم بأنك حملت سلاح وحاربت ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ومتهم بأنك تنظمت بتنظيمات محظورة عالمياً. فشو بتقول حول هاي التهم؟ صحيح. يعني بتعترف؟ بعترف. طيب شو السبب اللي خلاك تعمل هيك؟ ما كان في خيار تاني. كيف يعني؟ ممكن توضح؟ إذا بتسمع عدالتكم أنا حابب أحكي. تفضل، بس باختصار لو سمحت. سيدي أنا من اللي بتسموهن بالإفغان العرب، يعني نحن من أكثر الناس المنبوذين على هالأرض. لا بلدي بده ياني، ولا في أي بلد في العالم بيستقبلني وبيحويني، يعني بيخافوا مني أكثر من الجمرة الخبيثة والإيدز. طيب أنت بالأساس ليش طلعت من بلدك؟ أنا ما طلعت من بلدي باختياري، هربت هريبة. كنت ناشط سياسي والسلطات المحلية عم تلاحقني وتتابعني، مشان هيك هربت. لقيت حالي بلا وطن، منفي في بلاد الله الواسعة، فقير، جوعان، عريان، ما معي حق كسرة خبز. مشان هيك التجأت لأفغانستان، وهنيك انخرطت بالمجتمع الأفغانستاني وناضلت وقاتلت معهم بقضايا ما بتعنيني لا من قريب ولا من بعيد. حاربت بالأول الاتحاد السوفيتي، انغمست بالحرب الأهلية، ضليت هنيك لحتى صارت الأحداث الأخيرة. صار لي 20 سنة بحارب وسلاحي بإيدي وسارح بالجبال والبراري. ما سألت حالي ليش، لأني أكيد ما رح لاقي أي جواب. بالنتيجة أنا طلعت الخاسر الوحيد بهالمعركة، لأني صرت برات المعادلة، صرت مطلوب لكل دول العالم. سيدي القاضي، يا ريت المحكمة ما تضيع وقتها نهائيا وتنطق بالحكم طالما المتهم اعترف. من حق المتهم يحكي اللي بده قبل الحكم. تفضل تابع. كنت اتمنى موت تحت القصف، بس الله سبحانه وتعالى مريد لي هالشيء. لما كشفتني طيارة الأواكس متخبي بمغارة صغيرة بالجبل، أنا وثلاثة من رفقاتي بعتونا 6 طيارات F-16 و3 طيارات شبح وقاصفة B-52 وزدتوا علينا أكثر من 100 طن قنابل و4 صواريخ، وبالنتيجة ماتوا كل رفقاتي إلا أنا. شردت 4-5 أيام بالبراري، حتى حاصرتني كتيبة مشات وجابوني لهون. طيب عندك شي تاني بدك تقوله؟ لا ما في شي. هدوء. باسم حملة يد العدالة وزراع الحرية، حكمت محكمة الإرهاب الدولية على المتهم مسعود المسعود بتحويله إلى معتقل غوانتانامو. سيدي القاضي، هذا الشخص الماسل أمامكم الآن من أخطر أنواع الإرهابيين. صحيح هو ما حمل سلاح ولا انتسب لمنظمات محظورة، بس الإرهاب يلي عم بيمارسه إرهاب هدام وخطير ولازم يتعاقب عليه.
شو رأيك بالتهم اللي موجهة لك ممثل الادعاء؟ أنا تهم؟ لسه ما فهمت شي لحد هلا. اشرح له التهم بالتفصيل يا ممثل الادعاء. حاضر سيد القاضي. وردتنا تقارير تخص المتهم عن ممارسات يمكن أن تصنف تحت بند الإرهاب. وطبعا نحن بوسائلنا الخاصة وتحرياتنا الدقيقة تأكدنا من صحة هذه التقارير. ممكن أعرف شو هي الممارسات؟ إذا سمحت يا متهم بتحكي معي إلي وأنا بوجه الحكي لممثل الادعاء. حاضر سيدي. مثل شو هاي الممارسات؟ رح قلكن مثل شو سيدي. المتهم اللي واقف قدامكن بيشغل منصب مدير عام لمؤسسة كبيرة بالوطن العربي، وبحكم وظيفته بيحتكم على 200 موظف على الأقل، وعم بيمارس عليهم أبشع وأقسى أنواع الإرهاب الاقتصادي. ممكن توضح شلون عم بيمارس هذا الإرهاب الاقتصادي؟ سيدي عم بيحاربهم بلقمة عيشهم. يعني إذا موظف تأخر بيخصم له من معاشه، وإذا موظف تقاعس بيحرمه من التعويضات، وإذا موظف تزمر بيشطبه من قائمة الإضافة. ولهالسبب يا سيدي الموظفين عايشين بحالة من الرعب والذعر والخوف نتيجة هالممارسات هاي. لا، والإرهاب الاقتصادي ما عم يمارسوا بالشغل بس، بالعكس كمان عم بيمارسوا على بيته ومرته وولاده. وعلى سبيل المثال يا سيدي القاضي، كان روح قلبه التقنين بالمصروف والحرمان من أشياء أساسية، وكان يقول لهم هالغرض لا تشتروه وهالغرض أجلوا لأول الشهر، وهذا كماليات مو لازمنا هلا. ومن هالحكي هذا، وتخيلوا يا سيادة القاضي، تخيلوا انه ابنه صار له سنتين عم يترجى ويبكي من شان تيشيرت عليه صورة جراندايزر، والأخ عم يرفض. بقى قالوا لي لسه في أصعب من هيك إرهاب اقتصادي؟ صحيح، بس أنا يا أستاذ. لا تحكي هلا، اسمع بقى اتهم بالأول. ليش لسه في تهم؟ أما النوع الثاني من الإرهاب يلي عم بيمارسه المتهم فهو الإرهاب الإعلامي. تخيل يا سيادة القاضي ويا حضرات المستشارين إنه بيتدخل بمجلة الحائط تبع الشركة وبيراقبها وبيحذف يلي ما بده إياه وبيحط يلي بده إياه. هذا غير الكلمات والخطابات يلي بيوجهها للموظفين بمناسبة وغير مناسبة. بقى في أصعب من هيك إرهاب إعلامي؟ أما النوع الثالث من الإرهاب يلي عم بيمارسه المتهم يا سيادة القاضي فهو الإرهاب الاجتماعي، وهذا عم بيمارسه على الموظفات يلي عنده، وعم يفرض عليهم لبس محتشم. اتصور يا سيادة القاضي ما عم يخليهم يحطوا مكياج. أما بالبيت فالمتهم عم يحرم مرته وولاده من مشاهدة القنوات الفضائية يلي ما بتعجبه. وفي تقرير عندي بيقول انه وبخ ابنه لانه ما رضي ينزل ويجيب ربطة خبز، وهذا يا سيادة القاضي ممكن يعمل للولد عقدة نفسية ويصير عنده مخزون من العنف ما بنعرف وين بينفجر لما بيكبر. لسه في عندك شيء يا ممثل الادعاء؟ نعم سيدي القاضي، في عندي شغلة صغيرة بتأكد على وجود الميول الارهابية ونوازع الشر عند المتهم. في عندي تقرير بيقول انه لما المتهم شاف على شاشات التلفزيون عملية انتحارية ادت لتفجير دبابة اسرائيلية انبسط كتير وقال خي. عن جد قلت خي؟ نعم سيدي القاضي قلت خي، وليش لحتى ما اقول؟ سجل الاعتراف سيدي القاضي سجله. عيبنا سكوتك اذا سمحت يا اخي. حاضر سيدي. شو ردك على الاتهامات هيا نصوح؟ سيدي القاضي المهاب، رئيس محكمة إدانة الإرهاب، السادة أعضاء حلف المحكمة، تحية عربية من بلاد المسلمة، لبيت تجاوزا دعوتكم للمحاكمة دون أن يكون لي فيها خصم ولا مخاصمة، لبيتها بدافع من حسن النية وسلامة الطوية وتعاوناً مع سير التحقيق وتفهماً للمطالب الدولية،
وأنا الآن أمامكم وحدي المتهم، وأنتم على تعدادكم الخصم والحكم. فيا لها من مهزلة لا تستند إلى أصول. والغريب في المسألة أن القاتل يحاكم المقتول، وسيقرر في المحصلة أنني الفاعل وأنتم المفعول، ولكنني في هذه المرحلة فضلت الحضور والمثول لأرد بنفسي على الأسئلة بدفاع قد يطول. فهل سأنجو من ظل المقصرة؟ وهل سأقفز في المجهول؟ اسمعوني بعد البسملة وبعد الصلاة على الرسول. أسيادي القضاة، يا أصحاب القلوب القساة، يا من تستعذبون شعور الطغاة، أنتم الآن تتهمون العرب بالإرهاب وتنعتوننا بالتيرورزم، وتنظرون إلينا نظرتكم إلى غراب، وتعاملوننا بالبطش والحزم. ولا ألومكم في هذا، فأنتم تعتبرون أنفسكم سادة العالم، تكرهون من حارب وتعشقون من سالم، تقربون من طعطأ وتحقدون على من قاوم، تحتقرون طالب الحق، تحترمون من ساوم. وأنتم في سياستكم أشد غطرسة وغرورا من قيصر وكسرى وفرعون، وإذا ما لمستم في أدائكم قصورا فمن حلفائكم تطلبون العون. استعليتم واستكبرتم، وها قد بلغ السيل الزبا، والله إذا بقيتم على ما أنتم لن تقول لكم دولة بعد الآن مرحبا. أنتم تقفون عكس الريح وتعكسون المسلمات والمنطق، ومعلمكم الأحمق يستبيح كل لسان بالعربية ينطق، وربما لن يستكين ويستريح حتى يحتل بلاد المشرق. وفوق هذا تمارسون سياساتكم بسماجة واستعلاء وتعجرف. فإن قال أحدنا يا رب يا قاضي كل حاجة، تتهمونه في دينه بالتطرف. وإن أكثر الدعاء وحسن الديباجة يملأكم التخوف، وإن سبحت ربها دجاجة حرتم معها، كيف يكون التصرف؟ فأنتم تخشون ديننا ومبادئنا وسياساتنا، وتحاولون جر الضعيف من ساساتنا. وكل من حلب في إنائكم فهو الشجاع الأبي الحر، وكل من عزف عن مبادئكم صار عندكم محورا للشر. وأتوجه بالحديث لحكامنا وولاة أمرنا فأقول: هل ينام القط الأليف في حضن النمر الشرس؟ وهل يصادق سمك السردين الضعيف سمك القرش المفترس؟ سيأكله على التو يا لطيف، فيا أيها العربي احترس. ومن ثم نحن لا نحب استيراد مناهجكم السياسية، هذا مستحيل ومحال، فلا تصدروا لبلادنا خنازيركم البرية على أنها ذبحت بالحلال. أوجعكم في أوطانكم تفجير، وانهار عندكم برجان، فما أسرع ما أقمتم النكير على العرب والإسلام والأفغان، وأعلنتم الحرب على الإرهاب وخصصتم الشرق الأوسط، وأصبحتم في هياج واضطراب كفرس ليس لها مربط. وصارت تصريحاتكم محيرة، زلات لسانكم قذرة، نشرات أخباركم منكرة، تحليلاتكم مفتعلة مدبرة، معلوماتكم مزيفة مزورة، نصفها مسخرة والنصف الآخر زعبرة. فلا دقة في الخبر ولا حياد، تبثون ما يروق لكم وتعرضون على العباد ما يتفق ومصالحكم. ثم إنكم جعلتم من أنفسكم راعي سلام، وتجاهلتم صفات الراعي، وناديتم بالتعايش والوئام بين الحملان والأفاعي. ومفروض بالراعي أن يسعى لعدم التحيز والانحياز، ولكنكم منحازون للأفعى مع درجة امتياز. ولا عجب في الأمر ولا غرابة، فلكم بين ظهرانينا ولاية حكامها عبارة عن عصابة وجدت عندكم الحماية، وفي كل ثانية تعطونها دبابة وسلاحا متفوقا للنكاية. والذي هي ترفض استيعابه، ماذا لو رفعتم عنها الوصاية؟ والله يا سيدي لولا أنتم وراءها
لعجناها ودحيناها وخبزناها بالمخبز، ولكننا محبطون إزاءكم وإزاءها، فالعين لا تقاوم المخرز. لهذا وعلى سبيل الاستعاضة نطلب الموت بدل العار، وسلاحنا في الانتفاضة عصي وسكين وأحجار. أما أنتم يا سيدي القاضي الجليل فإرهابكم الاقتصادي ما له مثيل، قارتكم بالثروات مفعمة والكل وراء دولاركم منساق، ومؤسساتكم بالأموال مدخمة وكلها من قطع الأرزاق. استوليتم على النفط والبترول من الشعوب في الصحراء، وشرهتم شره الغول، وبرعتم في مصر الدماء، وصاحب النفط كالمذهول لا يملك ردا للقضاء، وإذا قال لكم ولن يقول هذه ثرواتي يا أصدقاء، ربما قذفتموه بالزربول وحجرتم عليه كسفهاء. والشعوب بثرواتها مفجوعة، وأنتم تمتصونها كالدراكولا، وتشفطون نفطها كالبلوعة، وتقدمون عوضا عنه الكوكاكولا. تسرقون من العين الكحل ودائما على قولة هات، ولهذا ينطبق عليكم بالفعل الذي استحى قد مات. تريدون لو تصبحون للعالم كله بيت مال، وأن تروا سكان العالم يمشون بالبوابج والأسمال، كي وقتها تتصدقون عليهم ببعض المال، وبعدها تمننون وتفاخرون بأنكم أصلحتم الحال. فهل نحن في الاقتصاد إرهابيون أو العكس يقال؟ سيدي القاضي، سيدي المدعي العام، يا أحفاد الأنكلسام، تسرحون العمال وتستغنون عن العمالة، وتدمجون الشركات الكبرى، وتزداد لديكم في كل حال نسبة البطالة والرزالة وهلم جرة، فأنتم أصحاب سياسات التضييق والحصار الاقتصادي على القريب والبعيد والصديق، وحليفكم يشد على الأيادي. أنتم أصحاب التسليح الجماعي والتشويع والفساد المنظم، وفي سبيل مجتمع إباحي تقرون كل فعل محرم. أما إرهابكم الاجتماعي فمعروف ومفضوح، وكل ما نعتبره لا إنساني هو عندكم مسموح. والدليل على هذا الكلام، لم يحمل السلاح أولادنا الفوارس، ولا فكروا في العدوان والإجرام وارتكبوا المجازر في المدارس. هذا هو مخزون من العنف مزروع في رؤوس أولاد العم سام، رشاشات ومسدسات من كل صنف، ومثلهم الأعلى جيمس بوند فان دام. ثم إن فضائح رؤسائكم مشهورة، وفضائحهم up to date، تنتهي بمونيكا لوينسكي الأمورة وتبتدي بووتر جيت. وديمقراطياتكم شوربة، قراراتكم ناقض ومنقوض، تقصفون البلدان الضعيفة بالقنابل وتدمرونها دمارا وتدميرا، ثم ترسلون لها قمح السنابل بحجة أنكم تساعدون شعبها الفقيرة. سيدي القاضي، أشكرك على عدم مقاطعتي واعتراضي، وحييت لاستيعابك الافتراضي. نحن العرب لسنا أصحاب ذل ومسكنة، بل أنتم من ابتلي بالغطرسة والفرعنة، وأمثالكم في التاريخ كثيرون عديدون، فأين هو كسرى؟ وأين هولاكو؟ وأين هتلر؟ وأين نيرون؟ تريدون سيادة الكون من قطبيه؟ وقديما حلم الثور بحمل الكرة على قرنيه، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، والشجرة مهما علت لا تبلغ السماء، ومصيرها دائما حطب للشوى. لا تقولوا كان هذا قبلنا ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين، لا تقولوا قد ينفعنا علمنا وسنسود العالم إلى يوم الدين. قال هذا الكلام طغاة قبلكم واندفسوا في قبورهم ممددين، قالوا على ما أذكر دام فضلكم ما هذا إلا أساطير الأولين. سيدي القاضي،
إن كنتم تتباهون بعلمكم وتحتقرون جهلنا، فأين كنتم عندما سدنا العالم؟ سدناه علما وفكرا، ولا يزال اسمنا منقوشا في ذاكرة العالم. ونحن بكل فخر، ديننا الإسلام، وليس في الإسلام تنكيل وإرهاب. والله من أسمائه الحسنى السلام، وليس للإرهاب بعد اسمه تنظيم وأحزاب. فمهما أسرفتم في مهاجمة ديننا، فننصحكم أن ترتدعوا ولا تسرفوا، لأن كل قوانيننا نستمدها من شرعنا ورائدنا في ذلك المصحف. فإن أسرفتم في النيل من ديننا، فبالحفاظ على ديننا نسرف. نحن نحترم جميع الأديان، وليس لدينا عليها أي نقمة. هكذا قد علمنا القرآن أن نحترم ما أمكن أهل الذمة. سيدي القاضي، يا صاحب الحلم والصبر والعقل الرياضي، إنني من هنا، من قلب هذه المحكمة، أقول لأثريائنا بالنبرة المتهكمة: تغدقون يا أثرياء أموالكم على المحطات الفضائية، وتفخرون صبح مساء ببرامجها الدعائية التجارية، فهلا أسستم بحق الأنبياء محطات عربية قومية لتعرف شعوب العالم ماهية ديننا وقضيتنا السياسية؟ ولتكن موجهة يا أصدقاء باللغة الإنجليزية، ليفهم من في الأرض ومن في السماء عدالة قضيتنا العربية. محطات الغرب تسابقنا وتعرض كل ما يشوهنا، تبث الذي قد يضايقنا وتحذف كل ما يشرفنا. تظن الشعوب الغربية بأننا راكبو حمير وبغال، وبأن ميولنا إرهابية، وبأننا من يذبح الأطفال. أسسوا من زكاة أموالكم محطات، وأسهموا في نشر المعلومات الصحيحة، وأكثروا من الشرح والتفصيل واللقطات عن العرب وحضارتهم وعن فلسطين الجريحة. فليس لدينا الكثير من القنوات، وإن وجدت فهي بالفائدة شحيحة. سيدي القاتل، عفوا سيدي القاضي، السادة الحلفاء، أي دفاع منطقي سوف يبري ساحتي ثم أنجو من قرار أحمقي؟ إن حكمتم فاشنقوني، أو إذا لم أشنقي حسبي الآن بأني لم أفاخر بالسكوت المطبق. هدوء هدوء إذا سمحتوا. لبسوا بجامة حمراء وخذوا أقوال تناموا. تركوني بحالي، ما بتروع على قوان تنامو، ما بتروع على قوان تنامو. بعد يوم عني نصوح، كل شيء لقوان تنامو، كل شيء لقوان تنامو. نصوح شبك حبيبي، شبك وين؟ أنا وين يعني؟ هون بالبيت. يعني ما أخذوني على قوان تنامو؟ نصوح شبنا، مين هدول اللي بدون ياخدوك؟ ولا رحت على بهاما؟ شبك نصوح حبيبي، شو صاير لك اليوم؟ خي شو الظاهر، كنت شايف لك شي منام مزعج مو هيك؟ قال مزعج، قال منام مرعب تماما. الله يعافينا يا رب، الله يعافينا. ايه قوم حبيبي، قوم روق لي حالك وانسالي كل هاي المنامات. ان شاء الله كل عام وانت بخير يا رب. وانت بخير، بس ليش؟ شو المناسبة؟ شبنا شو نسيت؟ اليوم عيد ميلادك. شو هالحكي؟ اليوم؟ ايه قوم شوف هالمفاجأة الحلوة يلي جايبتلك ياها. اخر موضة نوري، لهون لاحقتني البيجامة الحمراء. هلأ شو تفسير منامه للي شاف حاله بمعتقل غوانتانامو؟ معناته لا تتفرجوا على الأخبار قبل ما تناموا. نجينا مما نخاف يا رب، وطول أعمارنا بالصحة والسعادة يا رب.
يا ربي مطمط بعمري حتى يصير عمرين واكثر يا رب. فظاع على هالاصانصير شو بحم القلب. يمكن على الان بالسابع هيك يصار عم يعلق كثير لانه لا حول ولا قوه الا بالله. لك زمان واقف هون يا عم؟ يعني بدك تقول شي خمس دقايق. على كل حال اذا بيتك مو عالي انا برايي تطلع على الدرج، لانه على يبدو على 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 ما يبدو الاسانسير مطول. يعني يا الاولاد ماسكينه يا هالشجاره بربره فاتحه بابه وعم تحكي مع جارتها. اللهم اني جنان الخانه اللهم اني جنان. وين ساكن انت؟ وين ساكن انت؟ قلت لي انا ساكن بالطابق الثامن. انت يا عم يعني جاي زياره لهون؟ لا انا ساكن هون من 10 سنين، بيتي بالسادس. انا جهه جار من جهه ثانيه. وانا من الجهه الثانيه. ها اجى الاسانسير تفضل. اي والله اي والله اجى. حتى الحمام حتى الحمام. سبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان يا ربي سبحان يا الله يا الله يا الله يا الله. تفضل جار. شكرا جار يعطيك العافيه. زورنا ان شاء الله ان شاء الله. عفوا في بقى. عفوا بس بدي اعرف رنا. يا رنا رنا يعطيك العافيه. اهلين حبيبي. شو ليش طولت؟ غلي قلبي عليك حبيبتي. بدك الصراحه ينعل الاسانسير وساعته، والساعه اللي اشترينا فيها بيت بالطابق الثامن. حبيبي بدنا نضل نحكي بهالقصه؟ خلص بسيطه. بعمل لك شيء تشربه؟ لا لا ما جاي على بالي اشرب شيء. بقي خمس دقائق بدي يطلع برنامج خير يا طير. أبشر لك حبيبي؟ لا أنا معلش أنا أبشر لحالي. عشرين ترم أعصابي تعبانة شوي. أنت دائما هيك عم بيصير فيك، يعني كل ما بدك تحضر هالبرنامج بدها تتوتر أعصابك. معك حق. الله يهدي بالك وتلاقي أمك وأبوك بأقرب فرصة وتخلص من الهم والعذاب بقى. ما بعرف ليش هيك حاسة إنكم رح تلتقوا، هيك إحساسي عم بيقول لي. ندرا علي يا رنا، إذا بسمع إنه أبي وأمي طيبين لأذبح 10 خواريف ووزع 1000 ربطة خبز للفقراء والمحتاجين، والله العظيم لأعمل شيء لسه ما انعمل، بس يا رب يا رب كرمني بشي خبر عنهم. ولا يهمك حبيبي ولا يهمك، الله كريم. وبيني وبينك أنا كمان مشتهية على ربي يشوف عمي ومرت عمي، الله كريم. لكن أنا شو بدي أعمل؟ ها بلش البرنامج. يا رب يا رب مالي غيرك. مأمون لا تتوتر من شان الله، عم بتوترني معك. انت قول ان شاء الله بيمشي الحال اليوم وخلي الباقي على الله. اعزائي المشاهدين في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في برنامج خير يا طير. خير يا طير هو جسر المحبة الذي يلاقي بين القلوب ونهر الوداد الذي يقرب بين الأفئدة. خير يا طير مساحة صغيرة للتلاقي والتواصل والاحتكاك المباشر بين الأهل والأبناء والأصدقاء. خير يا طير منكم وإليكم. فسحة صغيرة للإعلان وسنرجع فورا، استنونا. لك شو صوتهم هدول؟ هلا وقت دعايات لسه ما قالوا مرحبا للناس. معك حق حبيبي، بس ما في برنامج بلا دعايات. هذا البرنامج بالذات ما بيزبط على الدعايات، لانه الناس بتكون قاعده على اعصابها، يعني مو وقت حفاضات وشامبو ومعجون اسنان. طول بالك حبيبي،
يعني المحطة بتاخد حق الدعاية ضعفين بهالبرنامج. مساء الخير مرة تانية أعزائي المشاهدين. رح نبدأ أولا برسائلكم العزيزة على قلوبنا. إلى الرسائل. في رسالة أو بالأحرى نداء مؤلم من السيد سمير مروب اللبن لوالده السيد أبو سمير مروب اللبن، عم يقول فيه: كنت أنا وأبي على البحر باللادقية من مدة، وكان أبي عم يسبح وضل يسبح بنشاط وهو مستمتع وعم يلوح لنا بإيديه وعم يقلب على ظهره وبطنه حتى يورجينا فنون سباحته. وضل يسبح وبعدين سيداتي وسادتي، المهم في سطرين عم تتكرر فيهم كلمة عم يسبح. المهم غاب عن الشط تماما وما عاد بين ولليوم ما رجع. فيا ريت إذا كان عم يسمع هالنداء يرجع على بيته وحاجته غيبة، كفاها الله. وعم يقول السيد سمير إنه كان حلم أبوه يروح على قبرص بس ما توقع أبدا يروح السباحة. طبعا منتمنى من السيد أبو سمير مروب اللبن إذا كان بقبرص فعلا يتصل بالأهل ويطمنهم عليه، لأنه عم يقولوا مثل مكتوب عندي بالرسالة، عم يقولوا اشتاقوا له كتير وفرطت مرارتهم، فرطت تماما. ماشي الحال. وفي عنا فاكس من السيدة ازدهار زاركها، عم تقول فيه: من حوالي سنتين تقريبا أرسلت ابني يعرب لحتى يشتري كيلو حليب وجرزة بقدونس ولحد هلأ ما رجع، فياريت إذا حدا بيعرف عنه شيء يتصل بالبرنامج فورا. وبالنسبة ليعرب عمره هلأ 6 سنين، لأني لما بعته ليشتري الحليب كان مطبق 4، وهو طفل جميل كان لابس بلوزة قطن عليها صورة فان دام وهو عم يضرب بوكس لأرنولد شوارتزينجر، وفوق البلوزة أفرول جينز كاحت إلو وجيبة، جيبة بسحاب على الصدر، وكان حامل زبدية شينجو أورانج مطعوجة من سفلها. فياريت يلي بيعرف شي عن الطفل يعرب ابن سيدة ازدهار زاركها يتصل بالبرنامج. حبيبي اتصل بالبرنامج شو ناطر؟ بركي علق الخط. حاولي حاولي انت حبيبي، خليني أنا عم تابع. عفوا أعزائي المشاهدين، في معنى اتصال على الهواء مباشرة من الأخ عبدو ناعمي. تفضل أخ عبدو. أخ عبدو نحن معك، تفضل أخ عبدو. عبدو تفضل. شو مني دائري بتحب توجهه يا أخ عبدو؟ يا سيدنا، من حركة شهرين كنا قاعدين أنا والعيلة على الأسطوح لأنه الدنيا كانت حرائي وكان الهواء عم يلعب لعب، النسمة كانت عم تلعب بأوراق الشجر. أخ عبدو معلش، يا ريت تختصر مشان الوقت يعني. شو عم أساوي لكان؟ هي عم بحكي لك القصة بالمختصر. المهم يا سيدي، ونحن قاعدين على هالأسطوح اتخانق ابني سعده مع ابني الثاني حده، بالصدفة كان قاعد حده، ما شفنا لك إلا سعده قام من حده لحده ونطحه نطحة فتح له رأسه فيها. أعوذ بالله، ليش هيك؟ وبعدين شو صار؟ يخرب بيته على هديك النطحة، قسما بالله تور ما بينطحها. المهم أنا لما شفت هالشوفة طار عقلي من راسي وتزلزل بدني كله، فورا سحبت لك هالمسدس من خصري وسفقت لك ضربين ثلاثة بالهواء، قاموا الاثنين جمدوا بأرضهم، وركدت لك هديك الركضة على ابني سعده. اي الله وكيلك هجمت عليه مثل البلدوزر. قالوا بلدوزر، قول قاطرة ومقطورة مو هيك. أخ عبدو معلش، يا ريت تحكي باختصار مشان وقت البرنامج يعني. طيب حاضر أستاذ. المهم كمشته لسعده من زلعيمه وعملت له كفين مثل طباق الجمر، وما اكتفيت بهالشي سيدنا لأنه بصراحة ما اشتفى قلبي منه، قمت كمشته من شعره وصرت دق رأسه بهالحيط، وما بعرف يا أستاذ كيف فلت من إيدي يومتها وهرب بنصاص الليالي وهو عم يصرخ بالمقلوب، ومن وقتها ما عدنا شفنا. وقديش عمره ابنك سعده؟ يعني بدك تقول حركة 14 سنة، يعني لسعته ولد بغو. يعني هلأ أنت أكيد بدك توجه نداء مشان يرجع وتخبره أنك ندمان كتير على هالعملة السودة تبعك وما عاد تضربه، مو هيك أخ عبدو؟ إذا سمحت يا أستاذ اتركني ووجه النداء على كيفي، الله يخليك. طيب ما في مانع، تفضل. اسمعوا لا سعده، قسماً عظماً إذا ما بترجع على البيت لبلبس عيونك بلبصة، فهمت ولا ما فهمت ولا كلب؟ طول بالك طول بالك أخ عبدو، طول بالك. شو هاد؟
شلون بده يرجع الزلمة إذا كان عم تحكي معه هيك؟ شلون؟ شلون بدك يعني احكي معه لكان أستاذ؟ قسما بالله غير ما. ألو؟ أخ عبدو؟ عبدو؟ سيداتي وسادتي، يبدو أنه الخط انقطع. منعتذر من السيد عبدو نعمي ومن الأخوة المشاهدين، وهلأ منتابع اتصالاتكم. مأمون، مأمون خذ علق الخط. ألو مرحبا، برنامج خير يا طير؟ أنا مأمون تدبيلة، ممكن أحكي مع الأخ المذيع؟ خليني فوت على الهواء لو سمح. طيب، رح يطلعوني على الهواء فورا. إيه منيح كتير، بس أنت احكي شوي مشان تعرف شو بدك تقول. إيه؟ ألو أيوة؟ سيداتي وسادتي، معنا اتصال من السيد مأمون تتبيلة. أخ تتبيلة مساء الخير. مساء الخير. تفضل، شو النداء اللي حابب توجهه؟ على عيني أستاذ راح أحكي لك. أنا كان عملي 4 سنين لما رحت مع أبي زيارة على بيروت. كان أبي كامش إيدي وماشيين بشارع الحمراء ومبسوطين بأمان الله. بس الوالد يعني لما شاف هالبنات الحلوة عم تتمشى على الصفين انعبط وفلت إيدي وما عاد شفته بهالعجقة. يعني ضاع؟ أنا اللي ضاعت مو هو. إيه وبعدين شو صار؟ لقوني ناس عم أبكي وأخذوني ربوني ببيروت. الله يجزيهم الخير طبعا. لما صار عمري 20 سنة رجعت على الشام، دورت على أمي وأبي بس ما لقيتهم. طيب شو اسمه أبوك؟ سعيد تتبيلة. أصبح رح نوجه نداء إلى السيد سعيد تتبيلة للاتصال بالبرنامج، وبنتمنى من السيد تتبيلة يكون عم يسمعنا. سيد مأمون، رقمك صار عنا وإن شاء الله بنتصل فيك عن قريب. أهلا وسهلا فيك. شكرا، شكرا كثير. إن شاء الله يكونوا أهلك سمعوك يا رب. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. أعزائي المشاهدين، والآن نبقى مع فقرة لم الشمل بعد فراق طويل. إجا ابني خالد. أنت حبيبي ابني. لا 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 خالي، أنا المذيع مو ابنك، هذا ابنك. أنت ابني، أنت حبيبي، تأمرني يا ابني، تأمرني يا حبيب قلبي، عمري أنت، روحي أنت، حبيبي حبيبي، تفضل تفضل، عاد أقول يا عاد يا حبيبي يا حبيبي. هاي مام. الحمد لله يا رب، يلي شفتك قبل ما اموت، الحمد لله الله جبر بخاطري، يا من انت كريم يا رب. امي طمني، احكي لي تقبلني، شو عم تشتغل؟ اتجوزت ولا لسه؟ عفوا خالي، ابنك ما بيحكي عربي. يا شو بيحكي لك؟ شو نسيتي انه كان عايش بامريكا؟ ما بيحكي غير انجليزي. اسمعوا على السمع، شلون بدي احكي انا ويا لك؟ شلون بدنا نتفهم؟ والله هي مشكلتك، بدك تدبري حالك. وهكذا أعزائي المشاهدين، بعد فراق طويل وبعاد أليم، عاد أخيراً المستر تورينتو تارنتينو إلى أمه الحاجة فوزية بغجاتي. شو قلت لي اسمه؟ تورينتو تارنتينو. شو هالاسمها؟ إيه بسيطة حجة، بكرة تتعودي عليه. مستر تورينتو، بوس إيد أمك قدام الكاميرا. تحت أبر قلبي، تعال تقبر عيوني، لكحل عيوني بشوفتك يا حبيبي يا ابني، تقبر عيوني. الحمد لله اللي شفتك، الحمد لله شفتك يا ابني يا حبيبي، يا حبيب قلبي تقبرني، تقبرني ان شاء الله، شو حلو تقبر قلبي يا اخي. انا يا حسرتي يا حبيب قلبي، يا حسرتي على قلب الام شو مشرشح. شايفه يا رنا قديش امي بتكون عم تبكي على الحلقه؟ ان شاء الله بتلتقوا عن قريب يا رب. عامر؟ نعم استاذ. شو صار برقم مأمون تتبيلة؟ لقيت لي اياه؟ جبت لك يا استاذ. ليكم يا عظيم، لك اطلب لي اياه فورا. اي تكرا استاذ. معك استاذ. الو. الو نعم، انا مقدم برنامج خير يا طير. اهلين اهلين وسهلين استاذ، يا ميت مرحبا. الحقيقة عنا خبر حلو كتير إلك، بس بدي إياك تتمالك أعصابك. ها بشر بشر أستاذ بشر. يا سيدي التقوا ضايعين. أمي وأبي؟ إيه نعم، اليوم أمك وأبوك حكوا معنا وهنن عايشين هون بالشام. سيد مأمون، سيد مأمون، أحلى يكون صار له شيء الزلمة. مأمون شو في؟ ألو؟ إيه أستاذ نحنا معك. لا ما في شيء، بس ما عطلع معه الحكي من الفرحة. خير إن شاء الله، ما على قلبه شر.
على كل حال نحن رح نرتب لقاء اليوم، وطمع بدنا نجي نصور عندكم بالبيت. بقى ممكن تعطونا العنوان؟ سجل عندك استاذ. حي التوسع، الجزيرة 10A، البناء 22، الطابق الثامن. طيب اوكي، نحن بانتظاركم. واخيرا التقوا، واخيرا. مأمون شباك حبيبي؟ رح اعمل لك بس كلمه. عنوان الاب معك؟ اي معي استاذ. ليكو نقلك يا؟ لا لا ما في داعي، خذ مصور وروح على عنوان الاب وشوف شو بتقدر تصور هنيك صور، وانا رح اخذ مصور تاني على بيت الابن، وبعدين بنحكي مع بعض وبنتفق على مكان اللقاء. اوكي استاذ. ما بدك توصايها؟ بدي مشاهد كلها حراره، كلها اكشن، لازم البلد كلها تبكي بهالحلقه هي. ولا يهمك استاذ، شغلتنا. ماشي، يعطيك العافيه. حي التوسع، الجزيرة 10A، البناء 22. خلص حفظته. ايه استاذ مأمون، ممكن توصف لنا شعورك بما انك رح تقابل ابوك وامك ولاول مرة بعد 40 عاما؟ يعني ما لي عارفان شو بدي اقول لك استاذ، شي بيجي على بالي يضحك، شي بيجي على بالي يبكي، يعني بصراحة انا مضطرب استاذ، ويا ريت ناجل اللقاء لبعد ما اشوف اهلي. اوكي استاذ مأمون، على راحتك. ستوب لو سمحت. عفوا استاذ، يعني امتى ممكن يكون اللقاء؟ عم ننتظر تليفون من عامر. وينه عامر هلا؟ ببيت اهلك عم صور هنيك. يا جماعه ارحموني، انا ما عاد فيني اصبر ابدا. يعني عفوا استاذ، انتوا ليش هيك مطيتوها كثير؟ ما دام مشان تصوير حلقه البرنامج لازم يكون في مشاهد هون وهنيك، والا بدكم يانا نصور الحلقه. اكيد هذا عامر. عامر الو. اهلين عامر، خلص التصوير؟ عظيم كثير. وينك انت هلا؟ طيب اعطينا العنوان، نحن جايين لعندكم. سجل عندك اذا بتريد عنوان بيت اهلك. رنا ورقه. ايه معك سجل. حي التوسع، الجزيره 10A، البناء 22. هذا عنوان بيتنا استاذ، شو هالحكي؟ يا عامر انت عطيتنا عنوان السيد مأمون تتبيله، لا تخربطنا الله يرضى عليك. شو الحكي؟ متأكد؟ يعني هلا انت بالبناء 22؟ سيد مأمون اهلك ساكنين هون بالبنايه بالطابق السادس. انت شو عم تحكي استاذ؟ يعني معقول هالحكي اللي عم تقوله؟ انا صار لي 10 سنين ساكن بالبنايه واهلي ساكنين تحت مني وانا مالي خبر؟ اكيد هو رجال الختيار اللي اجتمعت معه قدام الاسانسير. ابي، اكيد هو ابي. وينك وائل؟ الحقوه امامهم صوروه، خذوا له كلوزات. بابا ابني حبيبي، النور عيني بيضرب فيك المتر. تعوا يا حبايب هنوني. طبعا انا ابو مأمون تتبيله. حتى انت عم تبكي؟ ذكرت امي وانا ضايعه. يا ريت ميني لاقي لي يا هون.